الجيش العراقي والكيانات المتحدة للأسف الشديد يعني ما أبقوا نتيجة صالحة لهذه الكيانات ولا للجيش العراقي. قدمنا العراق 49 سنة خلوا الجيش مثل العامل يمن يشتغل عند شخص يمن أنت كل هذا توكل على واحد تطيع كل هم لاحقوا ولا هذا الناس قديمين ضمير وإحساس هذا الشعب الجميل ومضمون مع كل الأسف اللي وصلوني ذولي مع الأسف نواب ذولي مو نواب ذولي سفاة سفاة الشعب للأسف الشديد وصلوني ما أخذوا حقوقهم أبد. إحنا الكيانات المنحنية حتى نهاية الكافة إيش قالوا لكم؟ يقول هذا قرار سياسي. شنو احنا هسه ماكو امن ماكو مخابرات ماكو حرس خاص سؤال وعداله ماكو ماكو كلها موجوده زين باشر عقبه لما تنحل الحكومه يعني ما لها حقوق ذولي مكافحه الشغب وين اخليه هذا بيال خانه زين انا راتبي خدمه العراق 49 سنه راتبي 500 اجاري 500 شاكر شيء لنا راتبك يعني ما عندهم ضمير شو تتعاونون على قانون الامن الغذائي؟ والله هذا قانون الأمن الغذائي خلوه في مصالحهم الشخصية قانون الفساد الغذائي ولهذا السبب شوف هم الفساد الغذائي ما عندهم ما عندهم ما انصفوا القانون ما انصفوا أبد انصفوا نفسهم ومصالحهم الخاصة والشعب بوادي وإحنا تمام شكرا جزيلا أشكرك السلام عليكم أحسنت أستاذ سليم وعليك الله أستاذ سليم عموما حياك الله أبو أحمد أبو أحمد معاناتك ما أعتقد تكون عن بقية الإخوان اللي ارتقينا نفس المعاناة بس المعاناة الأكبر اللي تحس في نفوس أبناء الشعب العراقي اللي هي من ضمن شريحة المتظاهرين هي كلمة الجيش السابق والجيش الحالي يعني عيب عليهم في دولة هي العراق سيد الدول في عام 2022 في بلد تدعون به ديمقراطية وتدعون به اقتصاد قوي ويتباهى رئيس مجلس الوزراء يقول الميزانية وصلت 76 مليار دولار الاحتياطي وراح يوصل نهاية السنة إلى 90 وبالنتيجة تحرمون شريحة مهمة دافعت عن العراق وبنت العراق ووصلت لكم هذا العراق كل الحروب اللي مرت على الشعب العراقي هي مفروضة على العراقيين كلهم بالنتيجة هو قاتل من أجل نظام حكم لو قاتل من أجل أن يحافظ على العراق وسيادة العراق ووحدة العراق شنو الفرق بين هذا الجندي وهذا الجندي وهذا الضابط وهذا الضابط والله التسمية جيش سابق وجيش حالي عيب عليكم عيب يعني انتو اللي دا تطور رفحاء يستحقون مثل ما يستحقون أبطال الجيش العراقي الباسل لا والله هذا الجيش اللي حمى العراق ووصله لكم وبالنسبة للتقاعد المدني القصري مواليد اللي انحالوا على التقاعد قصري قالوا من أكمل الستين بالقانون من أكمل الستين من عمره يحال على التقاعد حتى هاي الفقرة طبقوها بالتقاعد هي طبقوها من دخل يعني هو دخل توا بالستين هم حالوا على التقاعد بينما لازم تكمل السنة يلا يحال يعني من أكمل الستين فقالوا عوضا عن هذه ثلاث سنوات فبدل ما يحتسب الراتب على 2.5% أقر في موازنة 21 ما لا خلفت عليهم ما حد جاي يستجد من عندهم هو قانون أقر في مجلس الوزراء على موازنة 21 أن يحتسب راتب التقاعد القصري على 3% والآن أكو محاولات انه الاعداديه يرفع تسكينها والاعداديه ينطوهم 5% ان شاء الله بالنسبه للتقاعد المدني ان شاء الله هم توقفون ضد هذا القانون تقولوا له انت طلعت تقاعد قبل القانون ترى هم الشباب همين بكل تظاهراتهم ولقاءاتهم
دا يقولون هذا القانون اللي مأثر عليه من 2010 يعني مأثر رجعي يقتصر. إذن إحنا اليوم أمام حالة غبن فيها حق المتقاعدين في البرلمان العراقي بقانون الأمن الفدائي. يعني أنتوا هذا ضمائركم، أنت حسن الكعبي وأنت رئيس البرلمان، وصلنا لك رسالة قبل 3 أيام من مجيء المظاهرة، ترى كلهم يدرون، وأنت حاكم الزاملي كلكم تدرون بمعاناة المتقاعدين، ولكن هذه الشريحة ما ضمنتوا لها فقرة بهذا القانون. وشكرا، شكرا، بارك الله فيك.